فيما يخص التحضيرات، نظن بلي التحضيرات جرت بصفة عادية في أجواء مريحة، خاصة بعد الفوز الأخير اللي حققناه في ضد أولمبي شليف خارج ميداننا. الحمد لله الأجواء الآن راهي مريحة، كل الظروف مهيئة إن شاء الله باش إن شاء الله غدوة إن شاء الله نكونوا في المستوى ونكونوا نقدموا مقابلة في القمة إن شاء الله، اللي تسمح لنا إن شاء الله باش نفوزوا بالمقابلة ونعزوا الحظوظ تاعنا إن شاء الله للتأهل إلى الربع النهائي. صحيح يعني بعد الانهزامين الأخيرين يعني ضد فريق الرجاء هنا في 5 جويلية وأمام أمازون والفريق هذا اللي راح غدوة إن شاء الله نلاقيوه، أصبحنا أمام حتمية الفوز الآن في المباريتين المتتاليتين اللي راح نلعبون في ميداننا. نظن احنا الأمور هذه لما تقول لي الضغط يعني هذا شيء أمر طبيعي، أمر طبيعي أنا مادام رانا ما عندناش خيار آخر أمام مدام الفوز. نظن بلي عندنا الخبرة اللي تسمح لنا إن شاء الله باش عندنا لاعبين ذو خبرة وعندنا الاحتكاك تاع اللاعبين تاعنا في المنافسات السابقة اكتسبوا من خلالها خبرة اللي تسمح لنا إن شاء الله باش نلعبوا بدون ضغط إن شاء الله، والهدف واضح هو الفوز بثلاث نقاط إن شاء الله. غيابات مؤثرة جد مؤثرة في الفريق، عندنا 4 غيابات اللي هما العريبي وقراوي بسبب عقوبة، عندنا غيابين اللي هو جابو وزيدي بسبب الإصابة. نظن باللي اللاعبين هذو لاعبين مؤثرين في الفريق، احنا حضرنا لاعبين اخرين باش يعوضوهم ان شاء الله احسن يكونوا في المستوى ويعوضوهم احسن تعويض. عندنا ثقه في التعداد تاعنا كامل ان شاء الله يكونوا في المستوى ان شاء الله ويقدموا مقابله لي يعوضوا بها زملائهم وما نحسوش بالغيابات تاعنا. شكرا.